احنا بكرة بإذن الله تبدأ بقى جلسات الحوار الوطني بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى في عندنا أكتر من لجنة بتجتمع. هيبقى في عندنا حاجة مهمة جدا، ألا وهي إيه؟ احنا إيه الهدف من الحوار الوطني؟ حقيقي أنا بكلمك بجد، أنت عارف إيه الهدف من الحوار الوطني؟ طيب أنا أقول لك أو نتكلم مع بعض. الهدف من الحوار الوطني من الآخر هو إن احنا مجموعة كبيرة جدا تمثل، خد بالك، مجموعة كبيرة جدا شديدة الاتساع، بما فيها أنا وحضرتك وغيرنا كل المواطنين تقريبا، لا هو كلهم، يعني من حقهم أن هم يتناقشوا في أجندة الحوار الوطني، ما هو مطروح على موائده مناقشاته، تقدر حضرتك تقترح جدا، ما فيش أي مشكلة. تمثل هذه المجموعة، هي تمثل كل ألوان الطيف السياسي المصري، خد بالك من كلمة المصري، ما بين قوسين على أرضية وطنية واحدة ثابتة، فلا يوجد إخوان مسلمين من جهة، ولا يوجد من لا يعترف بدستور 2014 من جهة أخرى، بس خلاص، بس خلاص، خلصنا لحد كده. طيب هنتكلم في إيه؟ في عندنا المحاور الثلاثة الرئيسية، في عندنا عدد اللجان المنبثقة منها وما إلى ذلك. خليني أخذ معايا على التليفون الزميل والصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 وسهلا بالإعلام الكبير أستاذ يوسف العسين. أستاذ مرة واحدة يا جمال، ربنا يخليك يا رب، يعني ده احنا بنتكلم على عشرة عمر وعيش وملح ورفقة وزمالة وكل حاجة، يعني هنقول ايه؟ طبعا هنقول حاجات كتير. طبعاً يا جمال جمال خليني يعني زي ما احنا بنقول، إن شاء الله إن شاء الله جلسات الحوار الوطني هتبدأ بكرة وتبدأ بمنتهى النجاح إلى أن تنتهي كل الجلسات اللي احنا لسه ما نعرفش هي بإذن الله هتخلص إمتى، ولكنها تنتهي بإذن الله على خير توافق. نبدأ من بكرة بإيه يا أستاذ جمال؟ نبدأ من بكرة بـ يعني مرحلة، بداية مسار جديد وليس نهاية مرحلة، بداية مسار يسع للجميع، ما عدا برضو زي ما حضرتك قلت انه ما عدا كل من تورط في عنف وشارك فيه وحرض عليه، وهذا اتفاق منذ الجلسه الاولى لمجلس الامناء ومعلن ومؤكد منذ اللحظه الاولى. اذا هذا المسار يشمل كل من اعترف بالشرعيه، اعترف بالدستور، يعيش تحت غطاء الدستور المصري، ينطلق من ارضيه وطنيه، مسار يقودنا الى يعني حاله انفتاح، حالة مشاركة في مساحات مشتركة للدخول إلى جمهورية جديدة، يقودنا أيضا في المقام الثاني إلى اهتمامات الشارع السياسي وضخ مزيد من الأكسجين في الشارع السياسي، خاصة أنه الحالة اللي شاهدناها وحضرتك تابعتها في يوم افتتاح الحوار الوطني 3 مايو، هذا التاريخ الذي أعتبره تاريخ مهم وفاصل في مسار السياسة المصرية، حالة يعني تابعنا المتحدثين من السيد عمرو موسى، من الدكتور حسام بدراوي، من الأستاذ كل رؤساء الأحزاب، فريد زهران، رئيس كل الأستاذ ضياء رشوان وهكذا، كل هذه الكلمات وما تضمنت، وقبل كل هؤلاء كلمة السيد الرئيس التي أكدت على ثقته في القائمين على الحوار وكل الأطراف السياسية، وأن مصر لديها عقول وكفاءات تستطيع أن تتقدم بهذه الأمة. وبالتالي هنا كمان كل هذا الزخم وكل هذا المجهود الذي تم خلال 24 جلسة في مجلس الأمناء يقودنا إلى المستهدف منه والهدف الرئيسي، وهو المواطن المصري. المواطن المصري الذي هو على جدول أعمال هذه المبادرة منذ اللحظة الأولى لإطلاقها في 26 إبريل في إفطار الأسرة المصرية في العام الماضي. وبالتالي هنا إذا كان المواطن وإذا كانت الدولة وإذا كانت الجمهورية الجديدة هي الهدف الرئيسي، وبالتالي وضعنا أو تناقشنا خلال 24 جلسة، كل جلسة استغرقت نحو 10 ساعات، توصلنا ل 113 قضية، 21 لجنة، 44 مقرر عام ومقرر عام مساعد، والتأكيد على أنه هذا تم بالتوافق والتوازن الذي يعكس المشاركة السياسية من كل الأطياف السياسية، محور سياسي، محور اقتصادي، محور مجتمعي. غدا ستكون
يعني طلة جديدة للمشهد السياسي في مصر. الأحد للمحور السياسي، الثلاثاء للمحور الاقتصادي، الخميس للمحور المجتمعي. تبدأ الجلسات في تمام الساعة 11 صباح غد الأحد بالمحور السياسي وقانون مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وخدنا فيه النظام الانتخابي لمجلس النواب ومجلس الشورى، هي الجلسة التي ستناقش من الساعة 11 للساعة 2، وجلسة أخرى بالتوازي من الساعة 3 للساعة 6. وفي المقابل هناك في نفس اليوم جلستين آخرتين، جلستين تتعلق بملف حقوق الإنسان أو محور حقوق الإنسان تحت المحور السياسي، وهو مكافحة كافة أشكال التمييز. ثم من 3 ل 6 العمل الأهلي وملف تحديات التعاونيات بشكل عام، وكل جلسة بيشارك فيها من 30 ل 40 متحاور ومناقش، مفتوحة لجميع وسائل الإعلام. وكما أصدر بيان المنسق العام الأستاذ زيار أسوان النهارده في أنه يعني ستكون البث الحصري للهيئة الوطنية للإعلام، ومن حق باقي وسائل الإعلام أن تنقل كيفما تشاء، هكذا أكد. وأيضا خليني أضيف لك، في ظل هذه الساعات يعني التي تسبق اليوم الأول الجلسات التحضيرية، أصدر منذ قليل أستاذ زيار أخوان بيان باسم مجلس الأمناء يؤكد فيه الجهود دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار، نمرة واحد. نمرة اثنين، التأكيد على مطالبات مجلس الأمناء الدائمة لمزيد من الإجراءات التي تتعلق بتفعيل لجنة العفو الرئاسي، أيضا استخدام السيد الرئيس لصلاحياته الدستورية في الإفراجات في الحبس الاحتياطي وقرارات النيابة العامة والنائب العام والجهات القضائية بشكل عام. وهذا ما حرص عليه ويحرص عليه مجلس الأمناء، وأعتقد أن الساعات المقبلة ستكون مبشرة جدا في جداً هذا جدا الاتجاه. أنا أتوقع كده بصراحة جمال، لأنه خليني يمكن أولا عايز أشكرك صديقي وزميلي العزيز أستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بس يمكن هضيف جملة واحدة، أنه اللي قام بيه مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني دور هيتحسب لهم وهيتكتب لهم في التاريخ بالاسم، سواء إذا كان مجلس الأمناء كعنوان، الأمانة الفنية كعنوان، أو بأسماء الشخصيات الحقيقة الرفيعة اللي قامت بهذا الدور العظيم شديد المحورية، بالمناسبة شديد الوطنية، والقدرة على التجهيز لهذا الحوار، ومن ثم قدام شوية كمان إدارته. ده دور مهم جدا هيذكره التاريخ المصري حقيقي يعني.